مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم الى حلقه جديده من حديث الاخبار. الحقيقه انه حديث اليوم النهارده هو حديث المصريين عن الاعلان اللي صدر منذ ساعات تقريبا، وده يمكن الحدث الابرز والاهم النهارده بالنسبه لنا، عن اعلان رئيس الوزراء عن الموافقه على اكبر صفقه استثمار مباشر من خلال شراكه استثماريه مع كيانات كبرى. الجديد كمان اللي صدر منذ ساعات قليلة يعني بعد إصدار هذا البيان من رئاسة الوزراء هو أنه غدا الجمعة بإذن الله هيكون في مراسم لتوقيع هذه الصفقة الجديدة بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة. بعد هذا التوقيع مباشرة بيأتي مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل هذه الصفقة. الحقيقة أنه منذ هذا الإعلان تحس أنه في حالة من الطمأنينة، لأنه الإعلان والبيانات اللي صدرت النهاردة كان فيها حديث عن استثمار أجنبي مباشر، وبالتالي يمكن الناس في جزء كبير من الناس عارف أنه أهم أنواع الاستثمار وهو الذي يعني يصب بسرعة شديدة جدا في توفير السيولة وتوفير العملة الأجنبية تحديدا هو الاستثمار المباشر. في طبعا أنواع أخرى من الاستثمار، ولكن المباشر الأجنبي هو ما يأتي بالعملة الأجنبية في أسرع وقت ممكن، وبالتالي هنا كان حديث مطمئن والكل في انتظار الغد بإذن الله لمشاهدة هذا المؤتمر الصحفي ومتابعته لمعرفة تفاصيل أكثر. النهاردة في حلقة حديث الأخبار هنطرح أسئلة كثيرة مع حضراتكم في ضوء البيانات اللي صدرت من رئاسة الوزراء حتى اللحظة. احنا كمان منتظرين مع حضراتكم إن شاء الله بكرة ونعرف تفاصيل أكثر. هنسأل ما هي الاستثمارات المباشرة، يعني إزاي الاستثمارات المباشرة يمكن أن تؤتي ثمارها في وقت محدد وتساعد في السيولة أو تساعد في توفير العملات الأجنبية. هنسأل عن البنى التحتية اللي بدأتها الدولة منذ سنوات، إزاي النهاردة تقدر تأثر بشكل مباشر كمان، إنه لما نيجي النهاردة نكلم أي مستثمر أجنبي نكلمه وإحنا بمنتهى الثقة بنقول له أهلا وسهلا بيك، تعالى إحنا عندنا البيئة المناسبة للاستثمار. أسئلة أخرى كثيرة هنطرحها إن شاء الله خلال حلقة النهاردة، فأهلا وسهلا بحضراتكم في حديث الأخبار. ويشهد العالم بأسره بما حققناه من إنجازات لتمضي مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات. أقول لكم بكل صدق إنه من خلال وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري الممتد لآلاف السنين، فإنني على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات وتغيير واقع الحياة في هذا الوطن لما نرضاه ونفخر به. مصر 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 يا أطهر قلب، علمتينا علمتينا حب. مصر 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 يا أطهر قلب، علمتينا علمتينا. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. النهارده الحقيقه كان في افاده او دلائل كثيره على فكره ما تقوم به الدوله المصريه لجذب الاستثمارات. الحقيقه انه هذه الجهود علشان يكون في فرص استثماريه موجوده في مصر وتضع مصر على خريطه الاستثمارات العالميه، يمكن هنبدا نشوف ان شاء الله ثمارها بشكل كبير جدا دلوقتي والفتره القصيره القادمه. النهارده زي ما قلت لحضراتكم وافق مجلس الوزراء على اكبر صفقه استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. رئيس الوزراء النهاردة كان بيقول في تصريحات كانت مهمة الحقيقة جدا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، إنه الصفقة الاستثمارية الكبرى اللي بتتم بشراكة مع هذه الكيانات الكبرى هتحقق مستهدفات الدولة في التنمية، واللي كان حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وإنه هذه الصفقة هي بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية. قال كمان إنه سيتم إعلان تفاصيل الصفقة كاملة مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، وإنه المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل وستسهم في إحداث انتعاش اقتصادية وأيضا مشاركة موجودة وحتكون موجودة أكتر لمختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المنفذة، ومزايا كثيرة أخرى متعددة للدولة المصرية.
والحقيقة أنه بينما نتحدث الآن مع حضراتكم وردنا هذا الخبر، حيث ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمشاركة الوزراء شخصيا أو كبار المسؤولين على مستوى كل وزارة. كذلك تكليف سيادته لجميع الوزراء بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني. وفي هذا السياق بيتوجه مجلس الأمناء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لتفاعله الداعم والمستمر مع الحوار الوطني ولجانه المختلفة، مؤكدين أن هذا التفاعل الإيجابي من الحكومة بجميع أجهزتها وقطاعاتها التنفيذية هو ما يضمن ترجمة النقاشات والتوصيات النهائية إلى مخرجات حية يلمس آثارها المواطن وتنعكس على صالح الوطن ومستقبله. للمزيد بينضم إلينا هاتفيا الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني كنت هسأل حضرتك بداية عن يعني رأيكم في القرارات النهاردة، ولكن خليني أبدأ مع الخبر اللي جاء دلوقتي وإحنا على الهوى، أنه مجلس إدارة الحوار الوطني بكافة الأعضاء طبعا بيدعموا جدا وبيشكروا مجلس الوزراء ورئيس الوزراء على فكرة الدعم المستمر للحوار الوطني، وفكرة أنه الطلب أنه يبقى فيه مخرجات محددة والمخرجات دي تعرض بأسرع وقت ممكن ويبقى في انتقال من مرحلة لمرحلة أخرى في الحوار الوطني. شايف ده ازاي يا فندم؟ طبعا يعني بنثمن وبنشكر ما قام به دولة رئيس الوزراء من توجيه كل الحكومة والسادة الوزراء بالمشاركة في المرحلة الثانية للحوار الوطني وانطلاق الجلسات إن شاء الله الأسبوع المقبل، ويكون ممثلين عن طريق الوزراء بأنفسهم أو القيادات في الوزارة، وده كمان بيخلينا نبقى كل المواطنين وكل المصريين بيشعروا بالثقة في إن كله بيشتغل لصالح هذا المواطن، سواء كانت الحكومة أو البرلمان، وأيضا الحوار الوطني اللي هو يعتبر نافذة تعبر عن صوت كل مصري وكل خبير وكل صاحب رأي. بنثمن جدا ما أعلن عنه دولة رئيس الوزراء، ونرى في القريب إن شاء الله المشاركة دي هتخلي ما تم من توصيات في المرحلة الأولى للحوار الوطني قيد التنفيذ، وكل وزارة تشرح خطوات التنفيذ، وأيضا نناقش المشكلات الآنية وأزمتنا في ملف الاقتصاد ووضع حلول لها تنفذ فورا لكي تعود على كل المصريين وعلى المواطنين بالخير إن شاء الله. طيب خليني أسأل حضرتك بقى عن الإعلان اللي صدر النهاردة من مجلس الوزراء. نتحدث عن الإعلان بشكل رسمي عن أكبر صفقة استثمار مباشر أعلنت عنها الحكومة، وفكرة أنه أو هكذا يمكن علق الكثير من المتخصصين، بس طبعا نحب نسمع رأي حضرتك، أنه ده ليه علاقة بنجاح الدولة المصرية في فكرة أنها تجذب استثمارات أجنبية رغم التحديات اللي موجودة محليا وعالميا. شفت هذا الإعلان إزاي يا دكتور؟ والله يا فندم يعني يمكن كنت دايما أنا شخصيا في الإعلام من شهور كثيرة ومن سنة ومنذ انطلاق جلسات الحوار الوطني وأنا في لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، كنت دايما أتكلم على إن مصر دولة جاذبة للاستثمار، ومصر عندها مقومات كثيرة هي الأولى إفريقيا في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر. الناس بتستغرب وتقول طب إزاي والوضع اللي احنا فيه، يمكن النهاردة وهذا الإعلان بيؤكد ان ما قامت به الدولة المصرية في اخر 10 سنوات من بنى تحتية ومن مرافق ورفع كفاءة لكل الفاسيلتي في الدولة، موارد جديدة، كل ده هو بداية انطلاق. وكنت دايما اقول مصر قادرة في الفترة اللي جاية بعد ما تم فيها من انشاءات وانفاق كثير من الاموال، ولازم كلنا نعدي المرحلة دي من مرحلة بناء الدولة. اي اقتصاد في العالم واي دولة داخل على مرحلة تنمية ونقلة كبيرة بيبقى عندها مرحلة
صعبة شوية، في تكلفة اقتصادية على المواطن، بنحصد ده. ويمكن النهاردة إعلان مجلس الوزراء عن أكبر صفقة استثمارية، دي بداية خير مش هي النهاية. وده إن شاء الله رب العالمين مش بس مجرد يجي مشروع ضخم، لا ده المفروض ان هيبقى في ترتيبات مع المجموعه الاقتصاديه لتشغيل قطاع الصناعه والصناعه التحويليه، تشغيل ايضا قطاع النقل واللوجستي، كل القطاعات يبقى توفير لفرص العمل، ايضا زياده للحصيله الدولاريه اللي داخله للبنك المركزي المصري فيعمل ضبط لسعر الصرف والاسواق. ده هيكون له مردود طيب جدا على المواطن، وإن شاء الله نكون بداية للحصاد في الفترة القادمة. طيب، لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في الحوار الوطني يا دكتور اللي حضرتك مقررها، كانت الحقيقة أصدرت مجموعة من التوصيات، منها فكرة أنه رسم خريطة استثمارية لمصر ووضع أطر استثمارية محددة وأمور أخرى. سؤالي لحضرتك، إزاي شايف أنه المواطن ممكن يبدأ يشعر بالتكامل ما بين التوصيات اللي بتطلع من هذه اللجنة المتخصصة طبعا في الحوار الوطني، وما بين الإعلانات اللي الدولة بتعملها زي النهاردة، وفكرة انه في استثمارات مباشرة أجنبية، في صفقة كبرى، في تفاصيل بكرة أكتر هنقولها في المؤتمر الصحفي؟ يعني حالة التكامل دي يا فندم ازاي، وازاي المواطن يطمئن انه فعلا، او ازاي ده دليل انه فعلا كل ما يصدر عن الحوار الوطني سواء من توصيات مقترحات وما إلى ذلك هو يلقى قبول ويسمع ويهتم به من قبل أجهزة الدولة المختلفة؟ ده سؤال مهم جدا جدا، ويمكن بنتسأله في مجتمع المال والأعمال ومن المواطنين لما بنتقابل في مكان والناس تقول طب انتوا عملتوا ايه في الحوار الوطني، طب ايه اللي اتغير. بالعكس، اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان احنا كنا من اللجان اللي مقترحاتها اللي صدرت في المرحلة الأولى تتعدى الـ 12 مقترح. الحمد لله اللائحة التنفيذية لتنفيذ هذه المقترحات، كل المقترحات بدأت الدولة والحكومة تحط خطة تنفيذية ليها في خلال 3 شهور أو 6 شهور بدأنا نشوف مردودها. احنا كل فكرتنا ان خريطة استثمارية ده كان أحد المقترحات، ليه؟ المستثمر بره، المستثمر الأجنبي لما يدخل يشوف مصر سهولة جدا يعرف أنا عايز أستثمر في قطاع السياحة، الزراعة، الصناعة، عايز أدخل أشتغل في الخدمات، في النقل، أعرف متاح القوانين الحاكمة الرائح، وأيضا الأسعار، وكل حاجة تبقى موجودة على بلاتفورم محترم وعلى الإنترنت، يقدر أي حد قبل ما يتحرك ويجي لمصر يخلص إجراءاته ويدخل يأسس شركته، كل ده من خلال هذه الخريطة الاستثمارية الواضحة. وأيضا بقول له ايه المزايا لو انت هتشتغل في هذه الصناعه، المستهلك بتاعك موجود، حجم السوق، اتاحه المعلومه، يبقى عندي دايما شفافيه، الحكومه بتعلن كل حاجتها، لو عندي ارض مرتقه لقطاع الصناعه بتبقى معلنه باسعارها بكل شيء، مش محتاج هنا ان اضيع وقت المستثمر في انه يجمع المعلومه. ده الحكومه بالفعل بداته، واحنا شغالين في جلسات الحوار بمجرد اعلن دوله رئيس الوزراء في حينه انه تأسيس اول شركة الكترونية، ده كان خبر جيد جدا لمجتمع المستثمرين الاجانب تحديدا والمصريين. بعد كده بدأ ال 22 قرار اللي صدروا عن المجلس الاعلى للاستثمار، رخصة ذهبية وتسهيل الحصول على الارض، توحيد جهة الولاية، اصدار الموافقات الامنية للمستثمرين الاجانب. لو قعدت عد لحضرتك لازم المواطن يعرف في تفاصيل كتيرة، ولكن طبعا انا بعذر، لان لما يكون حد مش من اهل التخصص هو عايز يشوف الفاينل برودكت، عايز يشوف النتيجه، انا عايز اشوف ده في الاسعار، عايز اشوف ده في المنتجات، عايز اشوفه في التشغيل، ده بيحصل بياخد شويه وقت. ولكن النهارده اللي حصل من هذه الصفقه الضخمه هيبان اثره سريع جدا، لان هيحتاج تشغيل، هيحتاج تعيين وظائف كثيره جدا، هيحتاج مصانع توفر خامات، وبيبقى في ضخ عمله اجنبيه مباشر في الاستثمار الاجنبي المباشر، طبعا ما بتبقاش في حاجه اجله، بيبقى اغلبها دلوقتي. من اسرع مزايا هذه الصفقات الضخمه دخول راس المال الاجنبي، وهو ده ميزه الاستثمار الاجنبي المباشر. صح صح. أنا بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني.
أيضا للمزيد من التفاصيل والتعقيب وأسئلة كثيرة بخصوص إعلان رئاسة الوزراء اليوم عن الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر، وهو ما أسمته أو ما أسمه مجلس الوزراء بالصفقة الكبرى. بينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتورة منة، وأهلا بمشاهدي إكسترا نيوز. يعني السؤال اللي المواطن هيبقى دلوقتي عايز يسأله لكاتب صحفي ومتخصص في الشأن الاقتصادي، أول حاجة هتيجي على باله إيه المكاسب المرتقبة من هذه الصفقة ومن فكرة الاستثمار المباشر؟ إحنا كمواطنين هنستفيد إيه؟ الحقيقة ده سؤال مهم جدا اللي بتدي حديثنا بيه، وأي مواطن بيشوفنا دلوقتي عبر شاشة إكسترا نيوز المحترمة بيشوف إن أنا بالنسبة لي عايز أشوف فرصة عمل، عايز أشوف جودة حياة وخدمات حكومية مقدمة بمستوى مرتفع من الجودة الخدمة نفسها، وبالتالي دول الأساس في تنفيذ الفورين دايركت انفستمنت أو الاستثمار الأجنبي المباشر اللي مصر بتستهدفه خلال المرحلة المقبلة، جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار على مدار 6 سنوات من 2024 وحتى 2030 بمعدل سنوي يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار دولار. مصر بتستهدف خلال نفس الفترة ما بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل للشباب المصري. احنا بنتكلم على ما بين 800 ألف إلى مليون مواطن بيلتحقوا بسوق العمل سنويا في الاقتصاد المصري، وبالتالي الحكومة المصرية بتستهدف في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة تمكين القطاع الخاص ليكون قائدا لفرص العمل والتشغيل، وبالتالي 90% من فرص التشغيل تكون عن طريق القطاع الخاص بحلول سنة المستهدف اللي هي 2030، وبالتالي المواطن اللي بيشوفنا دلوقتي بالنسبة له فرص العمل عن طريق الصفقات الاستثمارية الكبرى وأخيرها اللي أعلنت عنها الحكومة المصرية النهاردة، ده بيستهدف زيادة موارد النقد الأجنبي والعملة الصعبة للاقتصاد المصري، لأن الاستثمار الأجنبي المباشر واحد من 5 مصادر أساسية للعملة الصعبة في الاقتصاد المصري. استثمار، صادرات، وده مرتبط برضو بالاستثمار، ومصر حققت معدل صادرات 54 مليار دولار وهو أعلى معدل تاريخي خلال الأعوام القليلة الماضية، وبالتالي زيادة الاستثمار أو الصادرات إلى مستهدف 145 مليار دولار في عام 2030 تدريجيا، ده مهم جدا لتنمية موارد النقد الأجنبي. الاستثمار، الصادرات، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس السنة اللي فاتت حققت 10 مليارات دولار، وبتستهدف الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة زيادة هذا الرقم ما بين 15 إلى 20 مليار دولار رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة. وأخيرا قطاع السياحة اللي حقق السنة اللي فاتت قرب ال 14 مليار دولار إيرادات وقرب ال 15 مليون سائح زاروا مصر، وده رقم تاريخي غير مسبوق، وبالتالي يترجم هذه الخطوات اللي بتنتهكها الحكومة المصرية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في ثقة، أولا بيدل على ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وأنا طول الوقت بتواصل مع مجتمع الاستثمار العالمي وبحضر الفعاليات الاقتصادية الدولية سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو في دول الخليج، والفيوتشر أوتلوك أو النظرة المستقبلية من كل مجتمع الاستثمار العالمي ومن المؤسسات المالية الدولية وأبرزها صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي، دي كلها بتشوف أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري واعدة لعدة أسباب يا دكتورة منا. أولها أن الاقتصاد المصري سوق كبير جدا، 106 مليون مواطن و106 مليون سوق مستهلك كمان مستهلك يعني. وبالتالي النقطة الثانية المهمة إن الموقع الجغرافي اللي بيتيح نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق في 3 قارات مهمة، أفريقيا وأوروبا وآسيا، ب 150 دولة ومليار ونص مستهلك. صحيح. وبالتالي الاتفاقيات الاستثمارية واللقاءات اللي بيعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع
القيادات الدولية زي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولولا دي سيلفا الرئيس البرازيلي. ده أكبر اقتصاد، واحد من أكبر اقتصاديات الأوروبية، وده أكبر اقتصاد في البرازيل، وبالتالي ده بتترجم إلى نفاذ الصادرات المصرية إلى الدول عن طريق الشراكات وعن طريق اللقاءات الكبرى ما بين القيادات السياسية في كبرى دول العالم أو الاقتصاديات الكبيرة. الحاجة الثانية المهمة إن هذه المشروعات أو هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى بتؤكد نجاح رؤية الدولة المصرية على مدار العشر سنوات من 2014 وحتى الآن لإحداث أو بناء بنية تحتية متطورة بحجم إنفاق وصل لتقريبا 10 تريليون جنيه، والتريليون يعني 1000 مليار جنيه، يعني 10 تريليون جنيه خلال 10 سنوات. ووظفت هذه المشروعات سواء الانفراستراكشر أو البنية التحتية أو المشروعات التنموية اللي بتحسن حياة المواطن المصري، وظفت ما بين 5 إلى 6 مليون مواطن مصري خلال هذه الفترة أو الحقبة الزمنية اللي هي 10 سنوات. وبالتالي رؤية الدولة المصرية كانت بناء الفاونديشن أو الأساس لانطلاق الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. وأنا بشوف أن دي الصفقة الاستثمارية الكبرى اللي هيتم إعلان تفاصيلها غدا في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ده هتكون تيرنينج بوينت أو نقطة تحول للاقتصاد المصري لمزيد من الصفقات الاستثمارية، التوجه نحو الاستثمار وتنمية الصادرات. وهي الفكرة كمان يا أستاذ أحمد أنه مع رغبتنا طبعا في طمأنة المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، أو طبعا رغبتنا في طمأنة المواطن المصري أنه ما تقلقش والدولة عارفة أنه في أزمة دلوقتي وشغالة عليها وبتحلها، في حاجات من السنين اللي فاتت اتعملت زي البنية التحتية وحركة اتكلمت عنها وضربت مثل، ما كانش ينفع طبعا نقول للمستثمرين تعالوا وإحنا مش شغالين وإحنا مش عاملين infrastructure أو بنية تحتية مناسبة للاستثمار. ما ينفعش أجيب المستثمر وهو عشان يروح من مكان لمكان بياخد له 3-4 ساعات في الطريق وحاجات تانية كتير طبعا وشبكات الانترنت وما إلى ذلك. بس كمان فكرة إنه المستثمر، أنا بقول له إنه أي مستثمر في الدنيا حالة عدم اليقين دي هي أكبر حاجز يخليه يقف كده ويقول لك أنا مش قادر استثمر. يعني حتى المستثمرين المصريين يقول لك بلدي وأنا عايز أشتغل هنا ومش عايز أطلع برا، بس طمني قول لي إنه حالة عدم اليقين دي هتروح، قول لي انه الفرق في السعر بين البنك والسوق الموازية الدولة بتشتغل عليها. فهل حضرتك شايف انه كل اللي بيحصل ده مؤشرات انه حالة عدم اليقين اللي موجودة اللي هي اساس المشكلة يمكن نقدر نقول ان هي تتحل بشكل كبير وانه ده هيبقى واضح للمستثمر المحلي او الاجنبي؟ الحقيقة دكتورة منا دي أخطر مشكلة بتواجه الاقتصاد العالمي طبعا. حالة الـ uncertainty أو عدم اليقين أو الضبابية، يعني ببساطة شديدة محدش عارف بكرة في إيه. والحقيقة حتى في اللقاءات اللي أنا يعني بشوفها مع المؤسسات المالية الدولية أو كبار المستثمرين في العالم أو حتى كبار الاقتصاديين والمحللين، حالة عدم اليقين بتؤثر على كل طبعا. القرارات والخطط في كل دول العالم، حتى الاقتصاديات شديدة التطور والاقتصاديات المتقدمة طبعا. وبالتالي الحكومة المصرية عندما تنفذ صفقة كبيرة الحجم وصفقة كبرى باستثمارات ستضخ في شرايين الاقتصاد المصري، وخليني أقول ببساطة شديدة علشان السادة المشاهدين يبقى عندهم الصورة شكلها عامل إزاي في الفترة المقبلة. استثمار يعني إيه؟ يعني حد مستثمر أجنبي أو شركة كبرى معها رؤوس أموال بالعملة الأجنبية هتدخل الاقتصاد المصري، هتقيم مشروع أو هتنفذ مصنع أو هتعمل أي يعني مؤسسة اقتصادية منتجة سواء بتقدم خدمة أو بتنتج منتج. وبالتالي ده بيوفر فرص عمل، بيزود الانتاج من السلع والخدمات طبعا. اللي احنا بنسميه معدل النمو الاقتصادي، ومصر بتستهدف خلال 6 سنوات المقبلة معدل نمو اقتصادي ما بين 7-8% في المتوسط. وبالتالي ده بيزود حجم المنتج من السلع والخدمات، وبالتالي لما العرض هيبقى اكتر السعر هيقل. ده مهم جدا لان المستثمر اللي دخل ده بيحول العمله الصعبه او العمله الاجنبيه الى عمله محليه علشان يدفع الاجور وعلشان المصاريف التشغيليه للمشروع اللي بينفذه. وبالتالي ده بيزود العمله الصعبه بالاضافه الى بيزود المنتج من السلع والخدمات، وبيوفر السلع والخدمات اكتر
في الاقتصاد المحلي، وبالتالي المواطن بيشوف حاجه اسمها البرايس ستابيليتي او استقرار الاسعار او انخفاض بعض اسعار السلع الاستراتيجيه، وده اللي شفناه. يعني احنا حتى استجابه للاعلان عن الصفقه الاستثماريه شفنا انخفاض في اسعار الدولار في السوق الموازيه، وشفنا كمان انخفاض في اسعار الذهب. وبالتالي اي سوق او اي قرارات مهمة بيستجيب لها السوق بشكل سريع. ونرجع تاني للنقطة، يعني زيادة السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد المصري نتيجة الشركات الكبرى أو التحالفات الاستثمارية اللي بتيجي الاقتصاد المصري، ده بيزود كمان معدل الصادرات للخارج طبعاً. زي ما قلنا هدف، وبالتالي هيقلل نسبة الواردات، وبالتالي هيقلل صرفي كدولة بالعملة الأجنبية. ده مهم. وكمان النقطة الأهمية المهمة جدا في الموضوع إن بيزود الثقة في الاقتصاد المصري. أي حد شركة كبيرة أو تحالف استثماري كبير بيجي للاقتصاد المصري وبيضخ استثمارات جديدة، ده بيحفز المستثمر المحلي رقم واحد، المستثمر الإقليمي رقم اثنين، المستثمر العالمي إن هو يجي يلاقي خريطة استثمارية شديدة التنوع بيتيحها الاقتصاد المصري، وبالتالي بيجي يزود التنافسية داخل الاقتصاد المصري. والتنافسية دي بتنعكس على المواطن اللي بيشوفنا دلوقتي ان مزيد من تحسين جودة الخدمة، تحسين مستوى جودة الحياة والكواليتي اوف لايف للمواطن المصري، كمان زيادة المنتج من السلع والخدمات، وبينعكس على خفض الاسعار طبعاً. وبالتالي على حياة المواطن بصفة عامة. بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، شكرا لحضرتك يا فندم. لسه في أسئلة كتير عايزين نسألها، يعني على سبيل المثال للحصر، طيب بنتكلم عن صفقة كبرى وبنتكلم عن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، هي ايه أكتر المجالات اللي احنا محتاجين بجد نجيب المستثمرين فيها؟ في ناس بتقول التكنولوجيا، في ناس بتقول الزراعة، في ناس بتقول الصناعة، في ناس بتقول لا شوية من كل حاجة، في آراء كتيرة جدا، في أسئلة كتيرة عما تم الإعلان عنه النهاردة من هذه الصفقة الكبرى، وغدا لسه إن شاء الله التفاصيل كلها تطلع للرأي العام ولكل المواطنين. كل هذه الأسئلة إن شاء الله وغيرها هنطرحها على ضيفنا الكريم الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار في حديث اقتصادي مبسط بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. إذن الحديث مستمر مع حضراتكم عن إعلان الدولة والحكومة اليوم لأكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى. جهود الدولة متنوعة، نتحدث عن جهود بدأت منذ سنوات، ونتحدث عن إجراءات وربما آليات كمان ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة لحل جذري للمشكلة الاقتصادية. والحقيقة إنه كلمة جذب استثمار أجنبي مباشر بتبعث به الراحة ورسائل طمأنينة كثيرة جدا لكل من يتحدث بلغة الاقتصاد أو يفهم في لغة الاقتصاد. في تفاصيل كتير عايزين نعرفها بلغة اقتصادية بسيطة وسهلة مع ضيفنا الكريم الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. أهلا بحضرتك. مساء الخير دكتور هنزي. أهلا وسهلا بحضرتك. هل تسمح لي بداية أسأل حضرتك سؤال كده يمكن بالعامية قوي، هي الدولة المصرية في الكام سنة اللي فاتوا دول عملت ايه واشتغلت على ايه عشان تقدر النهاردة بكل ثقة تقول اهلا بالاستثمار الاجنبي؟ طيب الاقتصاد احنا الحقيقة مش هنعيد اختراع العجلة من جديد. اي مسؤول لما بيدخل يتحمل مسؤولية وبيشوف انه خلال فترة زمنية سابقة البنية الاساسية وصلت لمرحلة لا تستطيع ان تلبي احتياجات المواطن على مستوى معيشته ولا تستطيع ان تلبي احتياجات المستثمر، منطقي وطبيعي لازم هيبدا بالبنيه الاساسيه، لانه هي دي نقطه البدايه علشان ابتدي اعمل انفتاح على شرايين الاقتصاد. مفيش اي مستثمر ممكن يلبي دعوه اي دوله علشان يستثمر وما عندوش شبكه طرق جيده، ما عندوش طاقه كهرباء غاز انترنت، ما عندوش بنيه انشائيه وعقاريه، ما عندوش مواني البيوعات تاهيلها من جديد، مطارات، كل دي اللي احنا بنسميها الفاسيلتيز اللي بتخدم على المستثمر. فالمستثمر قبل ما بيحط استثمار او بيحدد تكلفه الاستثمار المباشر بيبص على التكاليف الاخرى، تم انفاقها ولا ما تمش. وبالتالي السؤال هو اللي كان مجتمع العمال بيتكلم عليه على مدى السنوات الماضيه،
هو الحكومة إيه اللي مخليها تنزل تستثمر وتحط وتشتغل؟ لأنه بداية المستثمر ما كانش هيحط ده. خلينا نشير إنه الرقم الصعب اللي تم إنفاقه خلال السنوات العشر الماضية ما يتجاوز 10 تريليون جنيه. هو إحنا من 10 سنين كان وضعنا عامل إزاي؟ كنا بننتقل من مرحلة اللا دولة إلى مرحلة الدولة. فكان كل مفاصل الاقتصاد الحياة كانت في مرحلة صعبة للغاية. وبالتالي كان أي دعوة توجه للمستثمر لن يتم تلبيتها. فكان أمر منطقي وطبيعي إنه الاستثمار العام هو اللي هيتحرك، إنه الحكومة هي اللي هتنزل بنفسها علشان إيه؟ عشان تشتغل، لأنه مفيش مستثمر قطاع خاص في ظل كل المتاهة اللي كانت فيها الدولة المصرية، نظام سياسي غير مستقر، نظام تشريعي ما كانش موجود، نظام قضائي بيحدث عليه تعديات، ما كانش مستثمر ممكن يفكر في هذا الأمر، ولا حتى صندوق النقد ولا مؤسسات مالية دولية ممكن إنها تبص لاقتصاد مصر. فكانت المرحلة الأولى إعادة تأهيل الدولة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وبالتالي كان نقطة البداية المنطقية ان احنا نحط فيه البنية الاساسية علشان لما نيجي نخاطب المستثمر يلبي الدعوة، لما نيجي نقول للمواطن احنا بنحسن في المستوى المعيشة يكون لديه اقتناع. بس هو اللوم والعتاب على المواطن ان هو الحقيقة بينظر بنظرة ضيقة للغاية، انه هو شايف انه مستوى المعيشة بس في انه الاكل والشرب موجودين. صحيح دي مسألة مهمة، بس طيب خلينا نقول أنا مواطن النهاردة اللي يهمني أأكل ولادي، أعلمهم، أعالجهم. طيب لو كان الـ 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 الحاجة متاحة، السلع موجودة، لكن الشوارع فيها اختناقات، يعني بروح شغلي في ساعتين ثلاثة وبرجع في ساعتين ثلاثة، لو الصرف الصحي مش موجود بشكل جيد والشوارع كلها مشاكل، لو الكهرباء بتنقطع بشكل مستمر، مش زي الظروف اللي احنا فيها، لان دي ليها مسألة مختلفة تماما. احنا حاليا عشان كان بنواجهنا مشكلة في النقد الاجنبي، فاحنا عايزين نصدر الجزء الاكبر من الطاقة عشان ما ندفعش الاسعار على المواطن، فهي الحكومة اختارت انه معلش نقلل الاستهلاك شوية عشان اصدر طاقة، عشان اجيب نقد اجنبي، عشان ما اضطرش انه حسبة الطاقة اختلفت. ده مختلف عن اللي احنا كنا فيه من 7-8 سنين، ان الطاقه ما كانتش موجوده. احنا عندنا الطاقه حاليا، لكن ايه؟ بنوازن ندفع سعرها على المواطن ولا لا، نرجع هذا الامر نسبيا ونوجه الجزء الاكبر للتصدير علشان اجيب موارد للنقد الاجنبي. فنرجع نقول تاني انه لا يجب ان ينظر المواطن على انه ازمته ادفاع اسعار. صحيح هي مساله خطيره، لكن في ذات الوقت ايضا مش هو فقط ارتفاع الاسعار او مش تدني الاسعار هو اللي هيخلي مستوى المعيشه جاي، لانه ده جزء من كل. انا بتكلم على جمله من الخدمات بيحتاجها المواطن، بنتكلم على طرق، كهرباء، صرف صحي، مياه شرب، تعليم، صحه، كل ده ما هو ال 10 تريليون انفقت في كل هذه المسارات. المساله الثانيه انه هل الدوله كان لديها رفاهيه انها تدخل على قطاع اقتصادي وتسيب الباقي، او تدخل على منطقه جغرافيه او محافظه وسيب الباقي؟ ما كانتش الدوله قادره هذا انها تتخذ هذا القرار، لانه احنا الحقيقه كنا واصلين لمرحله انه تقريبا كل قطاعات النشاط الاقتصادي في حاله، مش عايز اقول شلل تام، لكن في حاله صعبه للغايه. وبالتالي الدوله الحقيقه اتحركت في كل المسارات في نفس الوقت. فوصلنا لمرحله انه خلاص الدوله بتتراجع، مش بقى مجرد كلام. اللي كان بيتحدث من مجتمع الاعمال انه الدوله داخله بتزاحم مجتمع الاعمال، طبعا الدوله عملت الهوم ورك بتاعها وبتتراجع علشان المستثمر يبتدي مش بقى يشتغل، عشان يبتدي يجني استثمار عشان يستفيد. في هنا نقطه مهمه جدا عايز اسال حضرتك عليها، واحنا بنتكلم على فكره البنيه التحتيه وانه الدوله حضرتك يعني كمتخصص طبعا في الاستثمار والتمويل والاقتصاد بتشوف انه لا، كان ضروري جدا ان الدوله تبدا من 10 سنين بالبنيه التحتيه، لانه ما كانش ممكن اكمل واقول اي استثمار يجي واحنا عندنا طرق متهالكه وعندنا اختناقات مروريه وما الى ذلك. طيب هنا بقى في حد ممكن يقول لك ايه، طب هو ليه القطاع الخاص ما دخلش في موضوع البنيه التحتيه من ساعتها، وان كان في تصريحات حكوميه رسميه كانت بتتكلم في جلسات كثيره وبيانات كثيره جدا انه في مرحله بعد ثوره يناير وفي حاله يعني لخبطه كثيره كانت حاصله، انه ما كانش في وقت ساعتها انه القطاع الخاص يدخل او ما يدخلش، هي الدوله بدات على طول من 2014 وقالت انا هبدا في البنيه التحتيه. القطاع الخاص حاليا بيلبي الدعوه، مش بيلبي الدعوه، بيحاول انه يستفيد من اللي تم. المستثمر عادة بيبقى نظريته للمشروع الاستثماري مختلف عن الحكومة أو عن الدولة. المشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية العائد بتاعها بياخد فترة زمنية طويلة وبيحتاج استقرار وبتبقى أرقامه كبيرة للغاية.
هل المستثمر اللي حاليا بيقدم رجل ويؤخر رجل عشان يحط 100 مليون و200 مليون كان عنده استعداد يحط مليار 5 مليار و10 مليار في مشروع بنيه اساسيه؟ لا، لانه البنيه الاساسيه العوائد بتاتي متاخره وفتره زمنيه طويله والعوائد منخفضه. فصحيح اهلا وسهلا القطاع الخاص دلوقتي يدخل في البنيه الاساسيه، وعشان كده احنا بنشوف بقى حاليا بنشوف في مجال الطاقه، بنشوف محطات طاقه الرياح، الطاقه الشمسيه، بنشوف مشروعات الهيدروجين الاخضر. ده كان ممكن الحيل الدوله لو بتاخده هذا الامر من 10 سنين ما كانش ممكن نشوف مستثمر القطاع الخاص داخل على مشروعات الهيدروجين الاخضر. النهارده المستثمرين بيتنافسوا عشان يدخلوا هذا المجال. في مجال البنية الانشائية والعقارية، في مجال التنمية السياحية. فحاليا المستثمر الذكي، هكرر تاني، المستثمر الذكي هو اللي بيدخل دلوقتي. ليه؟ علشان يجني ثمار تعب الحكومة على مدى 10 سنين. لأن الحكومة تعبت على مدى 10 سنين وجهزت الملعب، اتفضل تعالى. هو مش داخل بقى يبني ولا يحفر من أول وجديد ولا يوصل شبكة كهرباء ولا داخل، هو داخل بالبلدي خلاص. داخل بيلم الغل. داخل، ما هو ما كانش ممكن اي مستثمر ينظر للاقتصاد المصري في السنوات الماضيه. دلوقتي صحيح احنا بتواجهنا بعض الظروف والتحديات الصعبه مش بس داخليا لكن كمان اقليميا. احنا الحقيقه المنطقه ملتهبه، بنتكلم حدودنا ملتهبه، بنتكلم عندنا ازمه داخل ليبيا، السودان، البحر الاحمر، فيه كارثة على مستوى الدولي مش مصري بس. صحيح مصر بتتضرر بشكل مباشر، لكن حركة التجارة الدولية لا، في طبعًا موقف صعب للغاية. وعشان كده احنا شفنا اول من بادر وبيواجه التحدي ليه جماعة حسين كانت امريكا وبريطانيا، اللي هم شايفين انه حركة التجارة الدولية ضربت في مقتل. ممكن نقول الصين، ممكن نقول كل الدول اللي بتحرك السفن بتاعتها على المسارات الدولية. صحيح في مسار آخر اللي هو البعض وكلاء الشحن بدأوا يتحرك فيه، بس ده ليه تكلفة أعلى طبعا، مدة أطول طبعا، وده بيأثر بقى على المصانع وعلى خطوط الإنتاج وعلى طبعًا الأسواق، وهيدفع الأسعار وما إلى ذلك. وبناء عليه المجتمع الدولي كله بيتأثر بما يحدث فيه البحر الأحمر، لكن بالتأكيد أيضا مصر بتضرر بشكل مباشر. نرجع نقول تاني انه المستثمر الذكي هو اللي بيدخل في الوقت الحالي. واذا كان مصر في الظروف الصعبه نجحت انها تستحوذ على المكانه الاولى الاكثر جاذبيه للاستثمار داخل القاره الافريقيه، فبالتاكيد في الوقت الحالي المساله اكثر جوده بالنسبه لاي مستثمر اجنبي. بس خلينا نشير انه حركه الاستثمارات الدوليه فيها مشكله رهيبه بقالنا 5 سنين. بنتكلم بقى من 2018 أزمة أساس الإمداد، أزمة الأسواق الناشئة، بنتكلم على ارتفاع أسعار الوقود اللي كان في 2018، ثم دخلنا على جائحة كورونا سنتين ويزيد، ودخلنا على أزمة الروسية الأوكرانية، وبعدين دخلنا على أزمة منطقة الشرق الأوسط. فحركة الاقتصاد العالمي كله في وضع صعب للغاية، لأن كل هذه الأزمات انعكس على الوضع الاقتصادي. إنه إحنا عندنا حرب عملات على المستوى الدولي بقى لها 3 سنين منذ اندلعت الحرب الروسية، عندنا ارتفاع لتكلفة التمويل بشكل مبالغ فيه على مستوى الدولي. عندنا الحقيقة، هل ده ليه علاقة بالفيدرالي وقراراته طبعًا، ورفع الفايدة تثبيت الفايدة رفع الفايدة تثبيت الفايدة، ده بيعمل لخبطة في الأسواق، ده عمل مشكلة للأسواق الأجنبية مش الاصوات، عمل مشكله للاصوات العالمي ككل. وبالتالي الحركه في تحركات في المال من سوق لاخر، والاستثمار المباشر بقى فيه مشكله. ولما مصر تنجح في التوقيت ده، مشاكل اقتصاديه على المستوى الدولي وتحديات بيواجهها الاقتصاد المصري، لما تنجح في التوقيت ده انها تجذب هذا الامر. وعايزين ناكد على مساله هامه للغايه، ما سوف يعلن عنه بشكل واضح بعد التوقيع باكر مش ناتج الأزمة أو التحدي اللي بتواجهه مصر في الأشهر الماضية. عادة الاستثمار بيخطط له قبله بفترة زمنية طويلة، صحيح، وكل استثمار بيجي وقته بيتم الاتفاق عليه والتوقيع والإعلان. وبالتالي اللي عايز أكد عليه إنه مش عشان إحنا عندنا أزمة في الدولار فلجأنا إن إحنا نغير الاستراتيجية، لا. لو بصينا على مدى السنوات الثلاثة الماضية هنلاقي انه وثيقة سياسة ملكية الدولة الحكومة بتعمل بشكل واضح انها بتتخرج كلية من قطاعات، بتتخرج جزئية من قطاعات، وبتستمد في بعض القطاعات. مخرجات الحوار الوطني كمان والتوصيات، برنامج الطروحات، معناه انه الحكومة بتتراجع، مش بس الحكومة، بعض مؤسسات الدولة الأخرى كمان بتتراجع من استثماراتها. كل ما تم في إطار البنية الأساسية، إعلان الحكومة انه هتترك ما لا يقل عن 65% من النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص علشان ينفذ.
فكل ده تمهيد علشان الحكومة بتعلن على أرض الواقع أنا برجع خطوات للخلف وفتح المجال للقطاع الخاص. الحوار الوطني بقى الحقيقة اللي بيدور خلال الفترات الأخيرة بما فيه لأنه كمان حيبقى فيه حوار اقتصادي بما فيه الحوار الاقتصادي هي رسالة واضحة علشان أنه الحكومة بتتراجع وبتشوف المشاكل اللي بتحدث عنها مجتمع الأعمال عشان تبتدي تتعامل معها بشكل جيد. وبالتالي ما نشهده اليوم من أو باكر من توقيع لاتفاقيات هو ده نتاج فكر واستراتيجية بتتحرك فيها الدولة مش نتاج أزمات أو تحديات بيواجهها الاقتصاد المصري. علشان البعض اللي هيقول إيه ده بيبيعوا بقى علشان ياخدوا شوية دولار عشان يلحقوا، لا المسألة مش كده، لانه لو احنا عايزين نقد او نقد اجنبي او دولار ما في مسارات اخرى ممكن نتحرك فيها بشكل اكثر سرعه وسهوله، لكن هو ده بياتي في توقيته الصحيح اخذا في الاعتبار انه في الظروف الصعبه اللي بيواجهها الاقتصاد العالمي ككل والاقليم لما نلاقي استثمارات اجنبيه بتتدفق للاقتصاد المصري يبقى ده حاجه ولا اروع، لانه بالتاكيد لما الـ 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 المشاكل الجيوسياسيه والتوترات اللي موجوده لما هتهدا، مش هقول هتنتهي، لما هتهدا هنشوف في سيل من الاستثمارات وخاصة الأجنبية هتتدفق للاقتصاد المصري. أنا عندي سؤالين لأن في الوقت المتبقي من الفقرة والوقت الحقيقة عدى بسرعة جدا مع حضرتك. السؤال الأول إيه القطاعات المهمة جدا إن إحنا ندخل فيها بالاستثمارات الفترة القريبة اللي جاية؟ تمام. طيب مصر بداية فتح زراعها للاستثمارات من كل الجنسيات وفي كل قطاعات النشاط الاقتصادي إلا ما أعلن عنه في إطار سياسة وثيقة سياسة ملكية الدولة وفي بعض القطاعات الحقيقة الدولة مستمدة فيها، ما دون ذلك كل قطاعات النشاط الاقتصادي مطروحة أمام التكنولوجيا بالتأكيد التكنولوجي بالتأكيد الصناعات اللي بتتوافق مع الاقتصاد الأخضر بما فيها طبعا صناعة الهيدروجين الأخضر بما فيه الصناعات الحياة دوما كانت بتسبب لنا عرق شديد، صناعة السيارات، صناعة الأدوية. عندنا مازال قطاع السياحة واعد للغاية، واجهته ظروف بسيطة نسبيا خلال الأشهر الماضية لكن العام الماضي كان العام الأفضل، بنتكلم تقريبا حوالي 15 مليون سائح، 15 مليار دولار حصيلة سياحية، فاحنا بنبتغي مزيد من التنمية السياحية، مزيد من إنشاء غرف وده هيساعدنا كثيرا في الوصول لمستهدفاتنا، تنويع المقاصد السياحية، تغيير شكل الساحل الشمالي علشان ينافس شرم الشيخ مدينة السلام في جذب السياح، واحنا الحقيقة محتاجين احنا ننوع في المقاصد السياحية. الساحل الشمالي اتصور انه تركيبته هتتغير تماما، واحنا يمكن الحقيقة شفنا اشهر الصيف مدينة العالمين الحقيقة كانت لفتة انتباه المجتمع الدولي ككل، لما يبقى الساحل الشمالي بتتغير رؤية مش بس المصريين، رؤية المجتمع الدولي ككل انه ده سياحة 12 شهر 24 ساعة، فده كله بالتأكيد هيضيف الكثير مش بس للاقتصاد المصري لكن كمان للسياحة على مستوى الدولة، خريطة السياحة نفسها بالتأكيد. فاحنا الحقيقة عندنا تنوع في الاقتصاد وتنوع في الانشطة الاقتصادية وده الحقيقة من الامور الطيبة اللي بتحمي الاقتصاد المصري وبتحمي الدولة المصرية، لكن هيظل التحدي الاهم بالنسبة لنا قطاع الصناعة وقطاع الزراعة، هو ده الحقيقة التركيز اللي نشجع المستثمر ازاي يا دكتور يجي فيهم؟ بالتأكيد مزيد من المطالب البسيطة اللي بيحتاجها مجتمع الأعمال، واحنا الحقيقة شايفين فيه توسع في منح الرخص الذهبية، في مزيد من منح الأراضي المرفقة. أنا الحقيقة بشوف مسؤولين على مستوى الدولة بيحاربوا مع القطاع الخاص ضد البيروقراطية اللي موجودة، عايزين ينجزوا لأن كل واحد الحقيقة مسؤول في مستوى إداري عنده رغبة أنه يحقق نجاحات مهمة. صحيح يمكن هذا الإحساس وهذه الحالة والرغبة الشديدة في الإنجاز ممكن ما يكونش موجودة عند موظفين في مستويات إدارية أقل، لكن هو ده التحدي أتصور إن إحنا الحقيقة محتاجين إن إحنا نخوضه وهننجح فيه. وبالمناسبة الظروف الصعبة اللي إحنا مرينا بيها الأشهر الماضية مرينا بيها بالمناسبة قبل 3 نوفمبر 16 ونجحنا فيها لما بدأنا الإصلاح الاقتصادي والحقيقة أنا شايف الوضع الحالي اللي إحنا فيه أفضل من الوضع اللي إحنا كنا فيه في 2016 لأنه 2016 كان مازال البنية الأساسية مش الحقيقة مش بالشكل لسه اللي موجود. احنا النهاردة بنتكلم على مشروع رهيب في إطار المواني في إطار المطارات، ده كله بيخدم على المستثمر. طيب آخر سؤال وهستأذن حضرتك للأسف يعني في حدود دقيقة تجاوبني عليه، بالحديث عن القطاع الخاص، هل حضرتك كمتخصص شايف أنه القطاع الخاص في مصر بجد مستعد وقادر يدخل المواجهة ويدخل يستثمر؟
يحزنني اقول انه القطاع الخاص المصري اقل جرأة من المستثمر الاجنبي، ودي الحقيقة مسألة تزعلني قوي. الاجانب بيشوفوها صح، ولما بيحصل الاصلاح اقتصادي الاجنبي بيتحرك باسرع من المصري، لكن هو المصري هيدخل، اصله في النهاية المصري ما عندوش غير بلده، وين عاجلا او عاجلا لو لف العالم كله وحط استثمارات في كل دولة في النهاية برضه بيرجع لبلده وبيحط فيها استثمار، مش علشان هو بيحب البلد وده امر منطقي وطبيعي، لكن كمان عشان مازال هذه الدولة بها فرص ربحية غير عادية. ممكن يكون المستثمر المحلي يا دكتور قلق من خروج الاموال الساخنة اللي حصل في الفترة اللي فاتت، لكن لما يلاقي المستثمر الاجنبي جاي دلوقتي وبيضخ فلوسه وبيعمل مشاريعه، اعتقد هنا يبقى في شويه جرأه اكتر. بالتاكيد، وعشان كده انا كنت بقول انا حزين ان انا بقول المستثمر الاجنبي بيشوف اللي بيحصل داخليا اكتر من المستثمر المصري، وهذا لا يصح ولا يليق. ان شاء الله نتمنى كل الخير، وانا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا اللقاء دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. هذه نهايه حلقه حديث الاخبار من هذه الليله، وهذه تحيات فريق العمل والاعداد، وتحياتي انا منى فاروق. دمتم في امان الله.